الكنيسة تبدأ تعمل عملية تغيير ازاي لو انت رأيت ان الكنيسة ستتغير بعد هذا الحدث، ولا هي بدأته بال12 قرار اللي اتخذهم البابا طوادروس؟ اولا انا يعني اريد ان اوضح ان الحديث في الشؤون الكنسية هو رغم ان الكنيسة شأن خاص والمسجد شأن خاص، ولكن فيما يخص الاحداث التي تؤثر في الرأي العام المصري فهو شأن عام. يعني أنا عاوز برضو الناس يعني تفكر بشكل أكثر انطلاقا، بمعنى يعني يجي مثلا حادث زي الحادثة دي فيجي المسيحيين يعني والإعلام ماله ويتكلموا ليه وإحنا شأن، طالما حادثة خاصة مصريين ولها تأثير مباشر أو غير مباشر على الرأي العام المصري وستذكر في التاريخ سواء تاريخ كنيسة ده تاريخ عام، يعني تاريخ الكنيسة تاريخ يعني ليس قاصرا على المسيحيين، يعني مش عايز اقول تاريخ مصري، يعني تاريخ مصري. يعني انا مثلا بعتز دائما واتكلم عن ثقافتي الاسلامية، ده مفترض انا كمصري مسيحي يبقى ليه ثقافة اسلامية، مفترض انت كمصري مسلم يبقى لك ثقافة مسيحية. ليه؟ لان ده شأن مصري في المقام الاول بعد ما يطلع خارج الاطار الكنيسه او الاسلام. او خلينا نفرق بين حاجتين، كل ما هو عقيده نحن لا نقترب منه. العقيده لا علاقه لنا به، لانك انت حر في عقيدتك وانا حر في عقيدتك. نعم. ولكن فيما لا يخص العقيده ويبقى في شان عام ويؤثر تاثير في الراي العام، ده شان مصري. بلا جدال الحادث كان مفزع. الحادث داخل دير اولا بدليل ان كل الاعلام وكل العالم، على فكره انا من اول يوم الحادث لحد شلح الراهب ووكالات الأنباء العربية والعالمية طوال الوقت، الإعلام المصري لم يبدأ في الاتصال بي في تصريحات أو مداخلات إلا بعد شلح الراهب. إذن القضية قضية عامة، ده بيجي قضية عامة مش محلية، ده رأي عام دولي بالتأكيد، وإلا الإعلام بيهتم بها ليه؟ إذن عندما يكون هناك قضية حادثة ذات اهتمام إعلامي خاص أو عام دولة أو محلي يبقى شأن عام حتى لو كانت في شكل دير أو راهب. نعم. وبالتالي أنا شايف أنه حادثة البابا وبإخلاص شديد يعني بعد هذه الحادثة، هو طبعا يعلم وكثيرون يعلمون أن هناك خلل ما إحنا كبشر، وهذا الخلل لابد أن يواجه، ولكن مواجهة الخلل في مؤسسات الدينية صعب جدا. صعب ليه؟ يعني أنا لا أستطيع أن أقول أن قداسة البابا أو فضيلة شيخ الأزهر مع الدعوة العامة لتغيير الفكر الديني وليس الخطاب الديني قادران على هذا التغيير الذي يأملوه هم كأشخاص، لأن هو بيواجه مؤسسة ذات تراث وتراكم تاريخي، ومواجهة بعض الشلل الذين لهم مصالح ذاتية وخاصة من هذا التراث، يعني تعاملوا مع هذا التراث ليس من المنطلق القيم الدينية الصحيحة التي يجب أن نربي بها المسلم والمسيحي، ولكن استغل هذا التراث لأمور شخصية ذاتية، فبالتالي هنا صراع عشان نبقى واضحين ونتحدث من أجل هذا الوطن. يعني حتى لو كانت النية وده مؤكد خالصة وصافية بالتأكيد، يعني مش مجاملة، نية الشيخ الأزهر وأنا يعني أعتز به وأعرف ومعرفة شخصية، ونية البابا طوادروس وبداية منذ أن جاء في بعض القرارات عندما نحللها ونرصدها تحليل علمي وموضوعي، يريدون أي تغيير طبعا للأصلح، أو على الأقل يريدون تغيير بعض الممارسات الموروثة وبعض التراث الموروث الذي يجب أن يغير. التراث مش مقدس والأشخاص غير مقدسين. إذن المقدس هو النص الديني، العقيدة الدينية الصحيحة، ولكن فكر البشر، فكر الديني متغير، اللي هو فكر البشر في تفسير النص أو تأويل النص، ده فكر قابل للصواب والخطأ وليس مقدسا إلا بقدر اقتناع العقل بالفكر. يعني أنت يعني هناك مدارس في الدين ماشي،